أخبار سيد ياسر سعد الدين، قراءتك للمشهد في حلب الآن في ظل حديث عن اتفاق لخروج ما تبقى من مقاتلي المعارضة والمدنيين في الأحياء المحاصرة وإمكانية نجاح مثل هذا الاتفاق؟ السلام عليكم. طبعا يعني الحدث في حلب حدث كبير جدا جدا وله تداعياته الخطيرة على سوريا وعلى المنطقة، وأيضا للأسف الشديد ما يحصل لها في سوريا هو يؤطر ويمنهج ويقنن التهجير. أن ما يحدث الآن له علاقة قريبة جدا بالتهجير الكبير باتجاه الدولة العربية، اتجاه الدولة الإسرائيلية. ذلك تجد توافقهم وتبادل الأدوار، روسي أمريكي غربي، على تطهير وكف ظهر السنة. يعني قضية الإبادة، والأسف الشديد الدول العربية الصديقة، الدول العربية قبل قليل اسمع ناشط يتحدث بالمصائل يطالبهم بالتحرك. النظام مع روسيا كلها أخذ منهم أشهر طويلة جدا جدا للتقدم في حارات محاصرة. لو أن فعلا الفصائل تتحرك في سوريا تخفف الضغط سواء في الجنوب أو في إدلب، يكون هناك حركة مختلفة لوجدنا تغيير، ولكن هناك ضغط أمريكي على الدول الصديقة التي تدعم الثورة واللي كل واحدة عندها فصائلها وعندها رجالاتها، والتي تؤدي بالتالي إلى ما نحن وإلى ما وصلنا إليه. يعني عندما يلتقي أول أمس وزير الدفاع الأمريكي كارتر بمعصوم ويشيد بحرفية قوات العراقية والحشد في الموصل بعد كل هذه الانتهاكات، ولما أمريكا الآن يعني تبير 80 طيارة رغم دعم العقوبات لإيران، طيارة بوينغ لإيران، مع كل هذه الجرائم والمجازر وما حركة داعش في تدمر، والحديث يعني الهزلي والمسرحيات الهزلية التي يعني نعاني منها هناك الآن يعني قضية. طب حضرتك عفوا سيد ياسر، من أسبوع فقط كنت تتحدث عن دور تركي يقود الأمة للتحرير إلى آخره، هل ما زلت تحافظ على هذا الموقف مع تخلي تركيا عن حلب كما يقول البعض؟ تركيا يعني اختارت في حلب أخف بالنسبة اختيارها الموقف الآن هو أخف الضررين. تركيا محاصرة، تركيا هي الأمل وما تزال، لكنها تقاتل في الباب. تركيا الآن موجود قواتها ودعم منها مباشر وغير مباشر موجود في الباب على بعد 60 كيلومتر من حلب. طيب لماذا تركيا موجودة في الباب والدعم في الباب ولا يوجد دعم لحلب؟ أنا لا يا سيدي، أنا لا أدافع عن الموقف التركي، ولكن أتراكم يعني الآن بدك تحدثني بلا مؤاخذة، بمن تشد ظهر تركيا؟ بالسعودية الآن اللي قادروف يستقبل رئيس ضابط العالم الإسلامي بعد أن كفر الوهابيين واستقبلوا الأمير محمد بن سلمان، والآن يذهب ورئيس الضابط يتحدث قايدروف عن القاذف اللي له أشر اللي له فيديوهات في اليوتيوب يكفر الوهابيين. الآن لماذا الوفد السعودي يزور قاذف الآن؟ مين تشد ظهره؟ نعم. طيب ماذا عن معك تماما في رفض العجز السعودي والضعف العربي والتواطؤ المصري لنظام السيسي والطيرين المصرمي، كل هؤلاء قصروا تقصيرا كبيرا، لكن كان سقف التصريحات التركية كان سقفا عاليا كبيرا، حدثونا أنهم لن يسمحوا بتكرار مزرعة حماة، حدثونا وهم موجودون يعني في درع الفرات، موجودون في الباب. هذا الذي تأمله الناس. إحنا نحاول أن نفهم، نتفهم يعني التحديات التي تواجه تركيا، لكن نحاول أن نفهم لماذا هم في الباب وليسوا في حلب. أنا أقول لك، أنا رؤيتي أن تركيا قايضت حلب مقابل عدم قيام دولة كردية. أنا بالنسبة لي وهي بالنسبة لتركيا هذا اختيار أخص الضررين، تسقط حلب أو تسقط تركيا وحلب، وقررت أن تسقط حلب وتبقى تركيا. أشكرك على هذا التوضيح المختصر والشامل، أشكرك جدا على هذا التوضيح المختصر والشامل، أشكرك سيد